ومعنا على الهاتف كابتن سعد سمير. مساء الخير يا صخر. محمد، مساء الخير حبيبي، ربنا يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله. الأول طبعا يعني بعزيك وبفكرك بذكرى الشهداء النادي الأهلي، ودي حاجة يعني طبعا ذكرى صعبة علينا، ولكن الأول لازم أعزيك فيها. أكيد طبعا فاكرينها وما بنقدرش ننساها، ويبقى اليوم يعني اليوم بتاع الذكرى بنستناه علشان خاطر نفتكر إخواتنا ونفتكر يعني الذكرى دي، لأن هي حاجة سيئة بالنسبة لنا كلنا، لكن عمرنا ما هننساهم. زي ما احنا بنقول لهم دايما يعني سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم إن شاء الله بإذن الله. سعد، لعيبة النادي الأهلي يعني منذ الحادثة وحتى الآن ودايما تقول لك أنا بهدي الفوز لشهداء النادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي، وحتى لسه لحد دلوقتي في قمصان التمرين عليها رقم 72، في يعني تلاحم كبير جدا ما بين لعيبة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. أكيد طبعا يا محمد، يعني هو كده كده في من زمان، من سنة 1907 أول ما النادي الأهلي اتنشأ، وفي ارتباط كبير بين النادي الأهلي وجمهوره. يعني هم الشريك الرسمي في كل البطولات وفي كل الإنجازات اللي بتتحقق، وهم الدافع الرقم واحد بالنسبة لك إن أنت تحقق بطولة. أنت رقم واحد بتقول أنا عايز أفرح جمهوري، أنا عايز الناس تبقى مبسوطة، أنا عايز جمهور الأهلي دايما يبقى رافع راسه لفوق ودايما هو رقم واحد. فكل ده بيبقى الدوافع اللي عند اللعيبة يعني. فأكيد لما بيحصل حادثة كبيرة زي دي أو لما بيحصل حاجة بتبقى يعني بتبقى دافع أكتر ودافع أكبر إن أنت دايما عايز تفتكرهم، دايما عايز تهدي لهم الفوز. فكل ده بيبقى يعني نابع من حب كبير لجمهور النادي الأهلي وبالذات للشهداء يعني اللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم إن شاء الله. ربنا يرحمهم جميعا. عايز اقول لك ان حتى يعني قبل لقاء الترجي وقبل لقاء الوداد وقبل لقاء النجم اللي كان في بطوله دوري ابطال افريقيا، كان جمهور النادي الاهلي بيحضر في ملعب التتش يعني بالالاف، وكان بيصنعوا الفارق. اكيد طبعا، اكيد اكيد زي ما بقول لك، هم جمهورنا هو الدافع لينا في كل المناسبات الكبيره وفي كل وقت بنحتاجهم فيه، وبيبقوا دايما ورانا يعني.